يشهد العالم سنويا حوادث كبيرة ناتجة بسبب تدني الرؤية الناتج عن الضباب. وفي الإمارات حدثت العديد من الحوادث، وأنا بنفسي شهدت تجربة شخصية في طريق دبي أبو ظبي في منطقة غنتوت، وكان ذلك قبل الحادث الشهير الذي سمي ثلاثاء الضباب والذي وقع في طريق دبي أبو ظبي، وكان يعد أكبر الحوادث التاريخية. الفكرة كان موجودة في رأسي منذ تلك التجربة، والحدوث الحادث الأخير الذي حدث في يناير 2014 في طريق أبو ظبي العين، وكان يعني حادث كبير ناتج عن الضباب، جعل الفكرة ترجع ذهني، وكان نتاجها اختراع أو نظام للتنبيه من الضباب يعتمد على تغريدات لتويتر. النظام يتكون من لوحة تحذيرية، هذه اللوحة التحذيرية تحتوي على رقم المنطقة وتحتوي على وسم أو هاشتاغ معين، يتم بإرسال تغريدة عبر التويتر أو عبر وسائل التواصل الأخرى مثل الفيسبوك والإنستغرام. طريقة عمل الفكرة بأن اللوحات تكون متوزعة على مناطق جغرافية في الأماكن التي شهدت حوادث كبيرة ناتجة عن الضباب، فكل لوحة تحمل رقم معين ويتم التحكم فيها عن بعد من غرفة عمليات الشرطة أو من مركز الأرصاد أو الجهات المعنية. كل ما ينبغي هذا مرتاد الطريق فقط عندما يرى أن الضباب نسبته كبيرة جدا وتتجنب الرؤية، يتم فقط بإرسال تغريدة عبر التويتر. في التغريدة يكتب رقم المنطقة، في هاللوحة عندنا رقم المنطقة اللي هو A1، ثم يضع هاشتاغ ضباب الإمارات أو فوق UAE. فبمجرد إرسال التغريدة تصل التغريدة إلى الحساب خاص بالشرطة، يتم فيه مراقبة حالة الطقس بالتغريدات. بمجرد وصول التغريدة إلى الكمبيوتر يتم عن طريق الشرطة، وهذا يمثل تحكم عن بعد باللوحات التحذيرية، يتم تفعيل النظام. ودي شايف عندنا في اللون الأحمر، فعل النظام الحين بالضغط عليه. الآن النظام مفعل من قبل الشرطة، ولكن يجب توفر بعض المعلومات أو بعض المعايير لعمل النظام، ومنها ارتفاع نسبة الرطوبة. فنجد هنا عندنا سنسر للرطوبة، فبنفق عليه على أساس أنه بخار الماء الموجود في الهواء. مجرد ارتفاع النسبة عن الحد عن الرطوبة، يعني أنها موجودة في الهواء بنسبة كبيرة، سيعمل النظام. الحين النظام مفعل وسيستمر بالعمل إلى انخفاض نسبة الرطوبة. تستطيع الشرطة في أي وقت إقفال النظام عن بعد، نفس ما شايف الحين ضاغط عليه وتقفل النظام، تستمر الليتات هاي الخمس ثواني ثم يوقف النظام. شكرا، ونتمنى لكم السلامة في الطرق.